حلقة مش عادية مع ليلى عبد اللطيف. طب أنا مني شي يا أختي، شو عم تجيبي سيرتنا؟ أنا بقلك يا من الآخر، نحن عقدتها هي حتتحاسب عند رب العالمين. مش ناوي على الخير. ولا أنا ناوي على الخير، وطقوا موتوا. هي رد اعتبار لليلى عبد اللطيف؟ بعطيهم حقهم وبيعطوني حقي، ما حدا بيشتغل ببلاش، ما حدا. حلقة بتحط فيها النقاط على الحروف. أكبر أونطجي وزير، وأنت عرفت من هو الوزير. بارد. إذا بدك قولتي قول اسمه. حقلك الماضي بتاعك والحاضر واللي راح يصير. وتوقعات جديدة وصادمة. توقعات محسوبة عليك. ايه توقع بس مأزي. ما بكمل الحكم. لا. مين بيستلم؟ راح تتفاجأ. والله ما بتقعوا وتموتوا ما حتعرفوا. بتحديك تقولي ليلى وين؟ لا أكيد هذي بدي حقق أنا. المجهول مع رودولف هلال السبت 8:30 المساء على الـ LBCI.